للعام الثاني على التوالي تعيش شروق نيوز الإفطار الرمضاني مع سفارة أندونيسيا والجالية الأندونيسية بالجزائر الذين يحتفون بشهر رمضان بطقوس وعادات وتقاليد شاركناهم موائدهم الرمضانية وأجواء العبادات. Every people, neighbors. رمضان في أندونيسيا مناسبة نلتقي فيها بالأهل والأقارب والجيران في إفطار جماعي نقيم فيه الصلاة والتراويح وما نسميه بالتدارس الجماعي الذي يركز على القراءة وحفظ القرآن، كما نخصص وقتاً للدروس الرمضانية مع إرسال الأطفال للزوايا للمشاركة في تعلم القرآن وقراءته. هذا البلد يعد أكبر بلد إسلامي في العالم، والطقوس تتعدد وتتنوع مع تنوع المناطق المترامية الأطراف. خلال هذا الشهر الفضيل نحن نحضر أطباق متعددة منها لتكسير الصيام. عندنا مشروبة شربة مشهورة نسميها كولاك، مصنوعة من أنواع من الفواكه مخلوطة بحليب جوز الهندي. في صلاة التراويح نحن معظمنا بعشرين ركعات ونزيد بثلاثة ركعات لصلاة الوتر. خلق الله تعالى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من شعوب وقبائل من أجل أن يتعارفوا، لكن أكرمهم عنده أتقاهم، ورمضان شهر للتوبة والغفران.